pour remporter cette Champions League. On sait que ça va être un. المباراة احنا كنا عارفين ان المباراة هتتلعب على شوطين، شوط في القاهرة، شوط في مصر يعني شوط هنا في تونس. الشوط الاولاني خلصنا بافضلية بهدفين، الشوط الثاني المفروض نلعبه كويس. احنا عارفين بنلعب قدام فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة ليها تاريخ من اكبر فرق افريقيا وفرقة عملت مسيرة كويسة في البطولة. عشان نحقق بطولة افريقيا الغالية علينا لازم نعمل نتيجة ايجابية في المباراة. احنا عارفين الفريق معاه جماهيره بتسنده، فهنحاول ندي كل اللي عندنا في الملعب عشان نقدر نحقق نتيجة ايجابية ونحصل الكاس. Et c'est le cas pour Marouane et Salah qui sont en ce moment très très bien. إيه تبعت غياب أزارو وقع المباراة؟ أنا طبعاً أزارو، غياب أزارو ده حاجة طبيعية متوقعة في موسم طويل، بيبقى فيه غيابات تقع منك سواء بالإيقاف أو الإصابات. أنا حظي كويس إن بدي لعيبة دايماً وقت يلعبوا، بديهم زمن مباراة، وفي ناس كتير لعبت شاركت من اللعيبة اللي عندي في المجموعة. وفي مركز رأس الحربة بالذات عندي ثلاثة لعيبة دوليين مع وليد أزارو، عندي مروان محسن وصلاح محسن لاعبين منتخب ولاعيبة دولية. عايز أقول إن إحنا استقبالنا كان رائع، وكان بشكر كل الجهات الأمنية هنا والاتحاد التونسي والحكومة التونسية على الاستقبال الرائع. الظروف كلها كانت رائعة منذ وصولنا، وظروف كويسة عملنا فيها أعداد كويس، نشكرهم على الاستقبال وده كان شيء متوقع. طبعا بيبقى المنافسة في الملعب مش بره. Je fais confiance aux arbitres pour donner le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte de respecter l'éthique du match. انا ما احبش على انا اما على التحكيم الاولاني والماتش ده، انا عندي ثقه كبيره جدا في الحكام واتمنى يكونوا يعني قد المسؤوليه.